السلام عليكم، معكم سبايدر. رجعت لكم بمقطع جديد. اليوم يا جماعة رح ألعب لعبة فلاش باك أو لعبة التحكم بالزمن. هاي اللعبة رح تعرض لي قصة وأنا بقدرني أتحكم بزمن القصة، أربوها إلى الأمام أو رجعها إلى الوراء وأعرف وأكتشف شو اللي صار بهاي القصة. فكرة اللعبة كثير حلوة، فإذا بدك إياني إني أسوي جزء ثاني اضغط زر اللايك. لازم إنه نوصل هذا المقطع لأكثر من 15,000 لايك، إن شاء الله بنقدر نجيبها. وبس هلا خلينا ندخل إلى اللعبة ونتحكم بالزمن. في عندنا اول قصه، مثل ما شايفين امامكم عندنا شخصين، اثنين قاعدين بتابوت وكانهم ميتين وعم يسالونا من هو الميت. طيب اذا رجعنا الزمن الى الوراء ما راح يصير شيء، لكن اذا حاولنا نقرب الزمن شوي شوي الى الامام. ايوه، اللي على اليمين شعره طول وذقن طولت، فمعناه هو مو ميت. واللي على اليسار يعني بدا انه يتعفن فباين انه ميت. اللي على اليسار هو الشخص الميت. اول شيء بس بتكون سهله، عم بيعلمونا شو نسوي، وبعدين بيبدا انها تصير اصعب. هل هو حي؟ العالم هربت. القصة اللي بعدها تابوت، كمان واحد ميت بالتابوت. ليش العالم كلها ميتة بهاي اللعبة؟ وفجأة عم يتحرك، رجع الزمن إلى الوراء. شوفوا كيف هيك عم يتحرك. طيب لو قربنا إلى الأمام شوي رح نلاقي إنه في فار جوا التابوت، هو اللي عم بيحركه. يخرب بيته، شو عم تسوي هون؟ خوف العالم. أوكي خلاص كمشناه. حادثة أم جريمة قتل؟ عم تطلع على الجبل، فجأة وقعت والزمن انتهى، خلص ما فيني اقرب الى الامام اكثر من هيك. هالمرة لازم نرجع الى الوراء عشان نعرف شو اللي صار. في واحد عم يطلع واللي هو كان معها، وطلع الى فوق وفجأة الحبل وقع وهي وقعت وماتت. طب هذا اللي طلع كان عم يضحك وكان هو اللي بدي يسوي الجريمة. السكين، اصبر، السكين طلع إلى فوق وقطع الحبل، معناها جريمة قتل. هاي جريمة قتل، آخ لا لا لا، جريمة قتل أكيد، منها حادثة جريمة قتل. اللي بعده، كيف ماتت؟ كيف ماتت؟ لازم نكتشف كيف ماتت. أول شيء هي شكلها يوتيوبر، شوفوا شكلها يوتيوبر بتصور. عندنا هون كاميرا، عندنا هون مايك. خلنا نشوف الكاميرا، أتوقع أنه صورت نفسها على الكاميرا، ما بعرف. حصلنا الكاميرا، حصلنا السماعات، في عندنا هون اللابتوب، وشو باقي كمان؟ درع اليوتيوب، عندها درع اليوتيوب. ايوه موجود، ايوه هلا رح نعرف. منزله مقطع على اليوتيوب، سأبتلع 10 زجاجات من الحبوب مقابل 100,000 اعجاب. نزلت مقطع وطلبت من متابعينها اذا وصلوها 100,000 لايك رح تشرب 10 علب حب. يخرب بيتها، ام ماتت؟ من منهم حي؟ هدول كلهم ميتين يعني؟ في واحد منهم حي؟ هذا عم يحك رجله. شو عم بتسوي هون انت؟ هذا اللي بينظف تعب ونام، الحمد لله انه ما دفنوه. خرب بيته. حادثة عن اختطاف طائرة. وات؟ طائرة وقعت وتفجرت، وبعدين اللي ضل من الطائرة الصندوق الأسود. هذا هو صح؟ بلاك بوكس. صح. معلومة يا جماعة، الصندوق الأسود بالطائرة لونه برتقالي. هاي حقيقة يعني، مو مخربطين باللعبة. هذا هو الصندوق الأسود. هاي تسجيل الصوت اللي بالصندوق الأسود. يا إلهي ثم سلاح بحوزته لا تطلق النار، لقد قتل الطيار. معناها اختطاف طائرة، اختطاف مو حادثة، اختطاف. صح. أعثر على المجرم. طب شلون بدي أعثر على المجرم انا؟ في عندنا هون ما في زمن، هون في درجه الحراره. اذا رجعنا الزمن الى الوراء راح يبرد. شوف برد وصار برد، واذا قربنا الى الامام رجعت الحراره. راح ارفع ارفع الحراره الى اخر شيء. شو صار؟ هذا المجرم. المجرم عامل حاله بنت. هاي المجرم الحقيقي، كان حاطط مكياج فراح بالحراره. من الاعذب؟ من الاعذب؟ شو عرفني انا من الاعذب؟ في عندنا هون اثنين عم يتصوروا مع تنتين يعني، وفي واحده صورتهم وراحت. طيب نشوف الصوره اللي صورتهم اياها كيف كانت. هذا اللي حاطط ايده ورا ظهره هو الاعذب، حاطط ايده ورا ظهره صح؟ اللي على اليمين هذا الاعذب. القصه اللي بعدها، من القاتل؟ عندنا شرطي، عندنا واحد عم بيصور مسرح الجريمه، لكن اصبروا ما بعرف. وقت شغلنا هاي الاضواء اللي تحت البنفسجيه، ممكن هي يسموها، مكتوب هنا كاتش مي اف يو كان، امسكني ان استطعت. اتوقع هيك صح، امسكني ان استطعت. شلون رح نكشف مين اصبر، القاتل هو اللي عم بيصور، لانه يده نفس الماده اللي مكتوبه على الحيط. يخرب بيته، لمشناك. مرر لجعل المدينة أكثر أماناً. أيوة يعني بقدر أني أتحكم بالوقت، فتروح هاي الغيمة اللي فوق وراح طلعت تحكمنا يعني، قربنا الزمن وطلعت الشمس. شكلهم عم بيلمحوا لشيء إلى المراحل القادمة. أعثر على القاتل.
مين اللي مات اصلا؟ مين اللي مات؟ ممكن نعرف مين اللي مات؟ طيب هل رايت من قتلهم؟ هاي الشرطي عم بيقول رايت دب، هاي عم بتقول دب دب رايت دب. هذا شو؟ كشف الاشعه تحت الحمراء. لا تقول لي هذا دب. اوه هذا دب؟ لا 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 مو دب، لا لا انسان 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 باين انسان. هذا شو؟ كمان انسان معها اسلحه، معها شيء هنا. ايوه دب، وشم الدب، هي عم بتقول رايت دب رايت دب. مسكناه. من القاتل؟ طب هون ما في درجة حرارة، عندنا الأشعة تحت الحمراء يبين معانا فورا من القاتل يعني. خلنا نشوف بسم الله، حتى تشوف تحت الملابس وكل شيء. اوه هذا كرش. اوكي مين القاتل؟ طيب مو مبين مين القاتل. اصبروا هذا يده ليش هيك حديدية؟ يده حديدية. عندنا هون معرض للأعمال الفنية، لكن عم بيقولولنا اعثر على الأعمال الفنية المزيفة. عمل فني مزيف. اصبر اصبر. من متى كان في سيلفي؟ من 200 سنة. هاي العمل المزيف هذا ما كان في سيلفي. ايوه عثرنا على الأول. حتى هاي حطيناها هنا حلقة، هذا مفروض ما يكون موجود. عندنا شو كمان عمل؟ اصبر هذا لابس كف بيده، هذا التمثال. غلط، في كمان شيء مزيف. خلينا نشوف، هذا ماسك هاتف بيده كمان، هذا التمثال. هاي مزيفة اكيد، هذا الشيء ما كان موجود قبل. انتحار ام حادثة؟ في عندنا مات فورا، مات. عندنا هنا مثل المختبر وفي عالم جوا عم بيجرب اشياء ومرشو عم بيخرب. لو رفعنا الحرارة موجود بيده شيء، وقع بالارض. لا اريد الاستمرار في الحياة بعد الان، هذا قتل نفسه للاسف. معناها انتحار، انتحار، الله لا يوفقه. هل هو مهرب؟ ايوه بالمطار. عندنا الكلب عم يهجم على الحقيبه، خلينا نشوف الاشعه تحت الحمراء شو ممكن تكشف. ايوه نكشف شيء هنا شيء هنا. ما قدرت تكشف والله. خربانه يعني. طيب معناها رح نرجع بالزمن الى الوراء. ايوه وبعدين نجيب الاشعه تحت الحمراء ونشوف هاي الحقيبه. مهرب تمثال، مهرب تمثال، يخرب بيته. اعثر على القنبله الموجوده في المركز التجاري. هل هذا هو المركز التجاري؟ مفروض القنبله تكون هون داخل حقيبه يعني. يعني ممكن تكون داخل حقيبة، يعني نضغط على الحقائب ولا شو نسوي؟ تجمد الشاشة كثر ما ضغطت، ممنوع انك تضغط كثير. طيب لو هزينا الهاتف عند الكلب، شوف الزجاج شكله بينكسر. قدرت اني اكسره والكلب بيروح بيبحث عن القنبلة. ايوه شو اسوي؟ ايوه تمام، هي خلاص سوينا القنبلة الحمد لله، شلنا هدول الاحمر والازرق وما فجرت. الحمد لله انه ما فجرت، خلاص حصلنا القنبلة. اعثر على المنزل المسكون. خلنا اول شيء الشمس تغيب، رح يبين معانا الاشباح، وبعدين نجيب الاشعه تحت الحمراء وندور على الاشباح. وين؟ في منزل مسكون ورا، ما شاء الله في منزل مخفي. المنازل المسكونه ما تشوفها. ام حادثه؟ على الدراجه وفجاه دخلت بالشاحنه. ام حادثه؟ ايوه خلنا نرجع بالزمن الى الوراء. كانت عم تلعب على الهاتف وهي على الدراجه. شوفوا هاي الهاتف، نزلت على التويتر الوداع ايها العالم. انت خرب بيتهم، هذا اللعبه كلها ينتحرون. من سيدمر المدينه؟ ليه المدينه راح تدمر؟ في عندنا عجوز واحد واقف، واحد عم بيروح ويجي، وبالاضافه هذا جالس مع حقيبه وخايف. عندي اشعه تحت الحمراء، نكشف شو في موجود بالحقيبه. معاه دولارات، ليش هذا المبلغ كله معه؟ ما شاء الله ممكن يكون معه فلوس، ما دخلنا. خلنا نشوف، نكشف هنا، نكشف هذا اللي عم بيروح ويجي. انت شو معك؟ ليش عم بتروح وتجي؟ لا ما في شيء ما في شيء. هذا الضخم معه مسدس، لا لا ما دخله. العجوز شكلها معها متفجرات. المرأة العجوز البريئة تحمل بلوتونيوم، هذا يمكن ينفجر او ما بعرف. يخرب بيتها. اعثر على القاتل الحقيقي. ما شاء الله في واحد مطلوب. والثلاثة بيشبهوا بعض وكل واحد رافع مسدس على ثاني. طيب هاي صورته، شلون رح نكشف؟ اللي موجود بالصورة لابس ساعة صح، ويستخدم يده اليسار فقط، فمفروض هذا هو القاتل. لا والله غلط، ربيت الاستنتاج، لا تستنتج. وحتى هذا لابس ساعة، يستخدم يده اليمين. اليمين ايوه، يستخدم اليد اليمين واليسار، هذا هو القاتل. كده شفت مين هو. هل هو يكذب؟ اين كنت ليلة امس؟ كنت في المسرح ايها الضابط. ايوه طيب كنت بالمسرح. ما هاي القناصة شو عم بتسوي هنا؟ ما بعرف، غريبة. عم بيقول انه كان بالمسرح. هلا في عند الملابس تكت المسرح، مسرح القطط، معناها صح كان بالمسرح، ما عم يكذب. هل هو يكذب؟ لا ما يكذب، صح كان بالمسرح. خلاص واخيرا لقينا واحد صادق. اين الكره؟ ليش انا لحقت اشوف الكره؟ ما بعرف، رح نرجع بالزمن. طالما نحن بنقدر نرجع بالزمن بقدر اشوف الكره وين. حط الكره هنا تمام، وبدا انه يروح ويجي ويسوي هي هيك. طبعا هاي الحركه كنت اسويها انا قبل. الكره يا جماعه بتعرفوا وين الكره؟
بيده. هاي خدعة بيستخدمها لاعب الخفة، هو رح يوهمك انه هو حط الكرة جوا لكن رح ياخدها بيده ويخبيها، وبالنهاية الكرة موجودة بيده، ما رح تقدر تلاقيها، بتسويها قبل. اين القاتل؟ هنا، فورا اكتشفت. ما بعرف اقسم بالله بالصدفة ليش انا فكرت انه هذا القاتل، والله ما بعرف. خلنا نشوف شو اللي صار. لا اصبر اصبر، اكتشفنا وين القاتل. لا هدول كل واحد بتشوف شو صار معه. هون في عندنا ضرب نار، هذا لا هذا عم بشوف مسلسل. في عندنا هذا اللي هنا، ايوه لا ما عم يقتلها، والله شوف الظل باين انه عم يقتلها، شوف. او ماي جاد، شلون راح نكتشف وين القاتل؟ هذا باين انه منتحر، لا ما عم ينتحر. اوه هاي حلوه، هنا في كلاب. لا اللي قاتل، لا مستحيل، ما في شيء. هذا شو عم بيسوي؟ اصبر اصبر، القاتل هون، هي يده، القاتل هو عم يتفرج عليهم. الله ياخذ القاتل. خلاص يا جماعه بيكفي، شكرا لكم للمتابعه لحد الان. هالمره خليني انا ارجع بالزمن عشان تشوف المقطع مره ثانيه. السلام عليكم، معكم سبايدر، رجعت لكم بمقطع جديد. اليوم يا جماعه رح العب لعبه فلاش باك.